Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Et bref, voici une nouvelle vidéo. اليوم غادي نهضروا على واحد الوصفه واعره اللي كتعجبني بزاف. سي لو غاتو دو فقاس. بيان سور هاد الفقاس هذا كيحمقني صراحه. دونك عندي واحد الوصفه معتمده اللي كنخدم بها الفقاس ديالي, هو اباز ديال الفخويسك. كان كيعجبني فقاس اباز دو فخويسك. دونك المقادير اللي عندنا, عندكم كاكاوات, البيض النافح بتحلاوه, زنجلان, نص كاس ديال الحليب, شويه المليحه, العبارات ديالي اباز ديال كاس ديال العنبه ديما هو المعتمد عندي في جميع الوصفات. الوغ كنبداو باول حاجه كنبدا بها هي البيض. تنطرب البيض ديالي مزيان, كنضيف له سنيده, جوج كيسان ديال سنيده داكوغ, وكنبدا نطرب البيض مع سنيده مزيان حتى يندمجوا العناصر مزيان. ابخي من بعد ما تنتحصل على واحد الخليط ابيض هكا بحال شكل كريم داكوغ كريمي, كنزيد شويه د المليحه بيان سور, كنزيد شويه, ما كانش بزاف, قرصه ملحه وصافي. ابخي كنزيد كاس تاع الزيت وكنبدا نطرب انوفو, كنطرب مزيان. ملي كنطرب مزيان حتى كيندمجوا لي العناصر كاملين, ابخي غادي نضيف الحليب. تنضيف الحليب وكنطرب او ميم طون حتى كيندمجوا عند العناصر مزيان. انا كنخدم بالطراب, كاين اللي كتخدم بخلاط كهربائي, كل وحده والطريقه ديالها. انا كيعجبني الطراب صراحه في الخدمه. ابخي كنضيف الزراره ديالي, المهم راه الماء راه الخليط يبان لكم كريمي. دونك كنضيف الزراره, عندكم حبه حلاوه وزنجله والنافه, كنضيفهم دقه واحده. كنضيف اوسي الخمارات ديالي, جوج خمارات اللي كندير. الخماره الاولى, الخماره الثانيه. ابخي كنبدا نطرب عاوتاني حتى ندمجوا لي هاد العناصر هادو. طب مزيان, ايوا كتجي المرحله ما قبل الاخير اللي هي الدقيق. دونك الدقيق ما يمكنش نعطيكم واحد العبار حيت هو غادي يكون على حساب الخليط وصافي. الدقيق على حساب الخليط حتى كيتجمع لي الخليط, وانا كنطرب بالطراب حتى كنلقى راسي راه وصلت واحد لا كونتيتي. ابخي غادي نحبس الطراب وبيان سور غادي ندوز نخدم ب مانيوالمون حتى كيتجمع لي الخليط مزيان وكيتجانس كامل وكيتكون ليا واحد العجين. ايوا هذا هو العجين, من بعد ما دلكتو مزيان بايدي. واصح ما كيطلبش تدلك بزاف, غير شويه وخلاص, غير باش تجمع لك العجينه وصافي. دونك غادي ناخذ العجين ديالي وباقي لي كاكاوات اباز. دونك غادي نسرحو مزيان بالمدلك حتى تتولي عندي واحد الطبقه ماشي غليظه ماشي كذا. وابخي كنهرمش تنهز داك الكاكاوات, كنهرمش واحد شويه, يعني كنهرسها واحد شويه باش ما تبقاش واقفه لي بزاف. ابخي تنسرحو كنديرها فوق لاباط, بلوطا كنبدا نلويها, يعني بحال كنحربلها. غادي نحربلها, بزاف ديال العيالات غادي تجيهم دانك, ولكن والله صدقوني الا شتي المانيير افيكاس الفقاس والله. غنحربلها مزيان وغادي نكو وغادي نحربلها مزيان وغادي نقطعها على اربعه ديال لي باطون. عندك اربعه, عندك هنايا جاتني وحده صغيره صراحه, جاتني وحده صغيره, مي هذا هو العبار اللي خديت انايا. ابخي كنديرهم في لاطا, كندهنهم بالبيض وكاكاو, كندير الكاكاو مع البيض وكندهن لي باطون تاعي كاملين, وكندخلهم الفران باش يطيبوا الطياب الاول. بيان سور خصكم دوزوا عليهم لا فورشيت من الفوق باش يديروا لكم دوك الخيوط الخطوطة تما. ايوا من بعد كندخلهم الفران يطيبوا, كيخرجوا من الفران كيكونوا هكا
فوالا لي باتون تاعي غادي نخليهم يبردو، غادي ندير عليهم واحد لا سيرفييت تياد، هذيك لا سيرفييت تياد باش ما يتكسرليش ملي نبغي نقطعو. داكو غادي نديرهم يبردو في الريفريجيراتور، انا صراحه كندور في الثلاجه. من بعد ما بردو قطعتهم، وانتم كتشوفوا راه ما كيتقطع ما كيتهرسليش، يعني راه شي تيبان داك الكاكاوات، دونك في دوك لي بورسيون تاع الفقاص راه كيبان لك الكاكاوات تما كاينه، دونك ترجعهم يطيبوا الطياب الاخر، ومن بعد كيحصل عليه فقاص طايب جديد بنين مكرمش. هو اللي قدامكم دابا، هذا هو الفقاص ديالي صراحه، هذا ديال الوصفه ديالي انايا، ديال الطريقه باش كنحضر الفقاص، وسهله بزاف، ما فيهاش ديك التماره، التماره ما كايناش، دلك 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 ما كايناش، ويعني غير الطرف الاول اللي كنخدم به، وبلوطاغ كنخدم مانيوالمون. ايوا هذا هو الفقاص ديالنا، ايوا بالصحه والراحه. كنتمنى انها تعجبكم الوصفه ديالي، وتحاولوا تجربوها في المنازل ديالكم، خصوصا لي فام، لي فام جربوها راها افيكاس، ما غاتمحنكش بزاف. و فوالا اون سو فيرا بروشينمون بور اون نوفيل فيديو. Allez, au revoir.